الراتب بيجي زي كل يوم كالعادة، بيجي بوكل بقول لما حطي له وكل حطوا جعى حاله بلا. والبنت هاي عنده عنا يعني في زيارة بنت أخته زائرتنا هي وبنتها، وجعى راسه بدون سابق النار، بلشوا إطلاق نار ولا في إطلاق نار. المرة صارت تسحب على الأرض بتقول طب شو في شو في، بس احنا ما لحد هسه ما نعرف انه علينا. هسه كانت تقول لي الشبيش كله قاعد بالطيار كرد بعدها بنت في سحب البنات بتصعد النشاعات، سحبتهم كلهم حبي جيت هنا على الصالون. بعدها كانوا ضربوا أخرى قذيفة أنيرجا على بيت الدرج، سحبنا حنا هنا ولا برن تلفوني ولا بقول لي قال راتب يطلع حط سلاحه ويطلع يسلم حاله. قلت له فيش مع سلاح، قال لي لا مع اطلعوا انتو. قلت له فيش مع سلاح بقول لك انا بدي اطلع انا وياها. المهم قال لي طب معك دقيقة واحدة. المهم قلت له طب هيني بدي انزل افتح باب الدار، وانا نازل على الدرج برضه كملوا اطلاق نار، ما يعني ما وقفوا بس الزاوية اللي كانوا اطلاق النار كان بهم من هاي الجهة. هاي اللي صار بعدها سحبوني حضرت راتب ظلت نحاضن وحاضن، وهناك بلش حكوا معي وين السلاح تبعه وين السلاح. قلت له فيش معه، بيجي على الدار ما بيجي بسلاح معه. قال لي لا في معه بارودي. قلت له فيش، قال لي بالسيارة بحطها. قلت كم اجوا ردوا خلوني اطلع السيارة وفتشوها غاد باب دار الجماعة. قال لي يعني فيش معه سلاح؟ قلت له بقول لك فيش معه، أجاي بدي يوكل راتب بس توب اللي فايت بدي يوكل. هاي اللي صار.